بسم الله الرحمن الرحيم. دي ألعاب من التراث قديمة، كان اسمها شكوكو زمان. هي عبارة بسيطة جدا، ألعاب أطفال شكوكو القديمة. هي عبارة عن قطعة من القماش ملفوفة نفكها سوا، قطعة من القماش وملفوفة على سلك بسيط جدا. ودي قطعة خشب، ودي قطعة من الحديد يسموه شامبر أو حديد، زي كنوع من أنواع السوستة، ومرتبط بسلك، والسلك مرتبط باليد الصغيرة دي. تضغط على القطعة دي تعمل صوت، ومرحة جدا للأطفال مع بساطتها. وهي لعبة تراثية لأن دي عمرها أكتر من 40 سنة، يعني شفنا اللعبة دي من زمان جدا. قطعة خشب بسيطة جدا، ودي قطعة من الفخار، وقطعة قماش عادية، وهنا قطعة بتبقى زي الروب أو البرتو أو فستان صغير للعبة اللي هي شكوكو. شكوكو يا رب تكون ظهرت في الفيديو. دي ألعاب تراثية قديمة، فكرتها بسيطة جدا لكن ذكية جدا. ودي بتباع في الأماكن، في المناسبات الشعبية والموالد الشعبية، اسمها شكوكو، من أيام شكوكو زمان جدا جدا. يعني مش ليست للأطفال، هي للأطفال، ولكن وجود السلك كده لابد إن هو يكون مؤمن أكتر من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.